الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حقيقة أفتخر بتواجدي مع قيادي الأحزاب على المستوى المحلي من جميع التيارات، كما أشكر جريدة السند على إقامتها لهذا النشاط الذي هو تفاعل بين الشعب الذي نمثله نحن، وكذلك تمثله حتى الأحزاب، لكن هي تقرر وهي تشتغل في حقل الله كحقول. إذن الملك والشعب عقدوا العزم على بناء المغرب الممكن، مغرب الجديد، مغرب الشباب، مغرب الأمل. وأتت إصلاحات في ظل الأوراس الكبرى التي بطبيعة الحال يشتغل عليها المغرب، وللأبرز ديال هذه الورشات هي الإصلاحات الدستورية. وبالتالي فالمغرب سينتقل من مفهوم شفوي فلسفي لمعنى كلمة الديمقراطية إلى ديمقراطية حقة، من أجل بناء هذا المغرب الذي نطمح كلنا أن نشتغل على ورشاتهم. وبالتالي فكذلك الأحزاب باعتبارها أحد الهياكل التي تؤثر وكذلك تساهم في التكوين واتخاذ القرارات، وكما نعلم جميعا فإن الحياة الاجتماعية والاقتصادية مرتبطة بالقرار السياسي وعلى رأسها الانتخابات البرلمانية. إذا السؤال، ما عادش نكثر بزاف، بالبداية نبغي باش نقول واحد النقطة، فالملك ليس، أنا لست مخزنية ولست من أيتها حزب، ولكن أقول بأن الملك ليس صديقا لأي حزب، هو صديق للمغاربة كلهم. فهل سنرى وجوه وبرامج جديدة تواكب هذه الإصلاحات؟ هل الأحزاب في الشخوص التي سترشحها، كما قال السي عمر حجيرة عندهم مجموعة من الأسماء التي سيقومون بترشيحها، هاد الناس، هاد الأشخاص اللي غادي يتم ترشيحهم، واش غادي نلقاوهم دائما وفيين للزبونية ووفيين للمحسوبية ورشوة كآلية لضمان مقاعد في البرلمان، كما جرت العادة بطبيعة الحال في الاستحقاقات السابقة؟ ونقطة كذلك موجهة، بما أن السيد الرئيس جمال حضرية ذكر أن على مستوى المحلي حزب الاستقلال إضافة للأغلبية يسيرون على المستوى المحلي على مستوى الجماعة المحلية، حقيقة أنا أفتخر بتواجد رئيس شاب على رأس هذه المدينة، ويصرح بصريح العبارة في البرلمان أنه ضد المهرجانات وليست هي أولوية المغرب في المرحلة الآلية. إذ أننا النقطة صفر هذه الختام لها، إذ أننا نرى أن جمعية فنون وجدة تعطى لها منحة 20 مليون في حين أن الجمعيات الأخرى لا تأخذ سنتا واحدا. وشكرا. هذا الصوت الصحفي الراقي النقي في زمن العفن الصحفي. المقام ليس مقام شعر، لكني لا أدري لماذا حضرني بيت لقيس بن ملوح وهو يناجي الإله، قال: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. ربما حضرني هذا البيت وأنا أرى هذه التلاوين السياسية التي كانت متنافرة إلى عهد قريب يجمعها هذا الجمع الفكري والسياسي. سعيدة جدا لهذا، وسعيدة أكثر وأنا أرى أن السيد ممثل الحزب الإسلامي حزب العدالة والتنمية لم يجد حرجا في مجالسته. لم يجد حرجا في مجالستي، من ناصبهم العداء يوما فهم بدورهم ناصبهم العداء، ولم يجد حرجا ايضا في ولم يشعر بان جمره تكوي كفه ويصافح السيده ممثله حزب الاطفال والمعاصره. عموما كما يقال كل شيء مباح في الحب وفي الحرب، وانا ازيد وفي السياسه. كانت عندي أسئلة مخصصة لكل ممثل حزب يعني بعينه، لكن بناء وامتثالا لرغبة السيد المرزوقي ستكون أسئلتي عامة. السؤال الأول، سبق للسيد الناصر الناطق باسم الرسمي للحكومة أن حذر من التشكيك، مجرد تشكيك في نزلات الانتخابات التشريعية القادمة،
ألا ترون أن ذلك التحذير الحكومي من التشكيك يتناغم على أعراف ديمقراطية، حيث نجد أنه في دول عريقة الديمقراطية يتم ذلك دون أن يصدر عن حكومتها ما يستنكر على المعارضة القيام بذلك. سؤالي الثاني أقول إذا ما ثبت سوء افتراضي تعززه شواهد انتخابات سابقة عدم نزاهة انتخابات، يعني كلمة مخففة حتى لا أقول تزويرها، إما باعتراف فرقاء سياسيين أو مراقبين وطنيين أو دوليين، ماذا سيكون موقفكم منها؟ هل ستقاطعونها مثل ما هدد ذلك حزب العدالة والتنمية أو مثل ما هم بفعله حزب الاتحاد الشراكي في زمن الملك الراحل؟ هل ستشاركون في حكومة نتيجة هكذا انتخابات؟ وشكرا. شكيب السادات قرار انضمام هذا النائبة المستديرة حول الانتخابات. في البداية كتصحيح معطل المسير، فحركة 20 فبراير ليست حركة خرجت على مطالب اجتماعية فقط، بل على مطالب سياسية وعلى رأسها الملكية البرلمانية، حيث تكون فيها السيادة للشعب ويكون الشعب مصدر كل الصورة. في البداية وأنا كنت مشارك في واحد اللافتة إعلامية في الشارع، كتب فيها أشنو تغير في حياتنا؟ خصنا نسولو الشعب المغربي في الشارع، أي واحد سولو فعلا أشنو تغير في بلادنا بعد هذا الدستور الجديد؟ أشنو غادي يتغير في هذه الانتخابات الجديدة؟ انتخابات اللي غادي تشرف عليها وزارة الداخلية برجالات إدريس البصري. أشنو أي دولة إما كانت أي دولة خصها توجد واحد المناخ باش الشعب وباش الناس أنها تثيق وأنها تكون مؤشر على التحول. في البداية يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين على رأسهم مجموعة القبوري وجميع معتقلين حركة 20 فبراير. ثانيا ضمان حرية التعبير والتظاهر، بغيت غدا غادي ننزل في الشارع ما نتسناش انني نلبس الرجاء للدار والدروس الا نكون في الكوميسارية. هذا حقي، اذا كنقولوا عندنا فعلا حرية التعبير هذا حقي. الدار ما يبقاوش غير التليفونات ونقدر نرجع للدار او لا. وكاين نقطة اخرى هي حل حزب الاصالة والمعاصرة وجميع الأحزاب الإدارية، هذا مطلب ديال الشارع، وهذا هذه مقالب اللي تعودنا على التنظيمات ديالنا. وعلى 20 فبراير أننا نقولوا الحقيقة، لا ماشي في البلاطويات ولكن كنقولوها حتى في الشارع. وتحية لكم وشكرا. يعود بإحسان إلى يوم الدين. طبعا بدوري أشكر جريدة السند على تنظيمها لهذه الندوة، وكذلك نشكر السادة كذلك نشكر الأحزاب السياسية بمدينة وجدة. طبعا كما قالت الأخت، يعني وجريدة السند كتجمع مجموعة من الأحزاب السياسية المتنافرة، لكن كلها تصب في بوتقة واحدة، ألا وهي تحقيق يعني المصلحة العليا للبلاد والعباد. يعني تدخلي سوف يقتصر على واحد النقطة أساسية. أعتقد على أن جميع الأحزاب السياسية والممثلين ديالنا اللي في هذه الطاولة، وكذلك الأحزاب السياسية الغائبة يعني على هذه الطاولة، أقصت الشباب ولم تساير الخطاب الملكي السامي الأخير لثورة الملك والشعب. جلالة الملك يعني في الخطاب الأخير ديالو حتى يعني مجموعة من الكلمات على الشباب، وكذلك أتذكر خطاب جلالته وفي معناه، ولنا اليقين في شبابنا الذي نقاسمه انشغالاته على أنه سوف يعني يتحمل مجموعة من المسؤولية والجسم. هذا خطاب جلالة الملك يعني في معناه. يعني أنا أقول وأستنكر يعني على غياب مجموعة من الشباب يعني في اللوائح الوطنية، لكن أتمنى أنكم تداركوا الموقف في اللوائح المحلية.
اعتقد واظن صوتي لذاك الشاب اللي دخل في الامام، اعتقد على اننا حتى واحد فينا ما كيكره سواء داخل القاعه او خارج القاعه انه يكون صديق الملك، وطبعا كلنا اصدقاء الملك واحباء الملك. وكذلك اعتقد على ان الانتخابات التشريعيه المقبله سوف تكون ميزان الحراره. كيف ذلك؟ ميزان الحراره طبعا لاعاده الثقه للمواطن المغربي وللناخب طبعا المغربي. وانا بدوري كان سجلت جوج ديال الملاحظات على السي عبد العزيز افتاتي وذاك الصحفي السي رضوان الرمضاني. لا 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 هذا سؤال كلش. لا غادي ينوض الشباب يبدا يخدموا هذا جدع تخربيق هذا دابا جامع جامع. لا سؤال جامع طبعاً هذا السؤال الجميل ما تعرف. ما كاين حتى شي خدمه جزائريه، هذا الشيء راه تيبقى لي ولا يحس بشنو تيبقى لي. مشكور السند على فتح هذا النقاش اللي كنظن بلي هو نقاش حضاري بتواجد واحد مجموعه من الاحزاب اللي هي في الحقيقه كتمثل حزب اسلامي، حزب حدادي، واحزاب كلاسيكيه معروفه اتحاد الشراكه حزب السبله. إذن أنا أمام واحد الفسيفساء عندها الكوار نتاعها، عندها الاستواق نتاعها، عندها لا ريبريزونتاتيفيتي نتاعها، ولكن أنا كنفكر في بلادي كثر من هذا الإحزاب. اليوم أنا خايف بزاف على بلادي، لأنه المتدخلين ما جاوبوش على السؤال، كال براتيك بو دي زيليكسيون ترانسبارونت. أنتوما كيفاش كتشوفوا واسم كتقترحوا باش تكون انتزاهات تكون هذه الانتخابات نزيهه؟ 70% من الكلام اور سوجي، جوج تاع المداخلات اور سوجي، الاخرين جوج اللي بقاو كيلموا من 11 20% في الاجابات على السؤال. نظن باللي لابد اننا ما نحضروا في واحد الندوه نوجدوا لي ريبونس تاعنا من جوج ونعاودوا لونسيان ديسك 33 تور فات دابا وقت السيدي وقت ديفيلي خصنا نتبعوا الوقت ونوجدوا لي ريبونس تاعنا. كنجدد السؤال تاعي ضمن هاد الاحزاب كلهم اربعه يقولوا لنا كيس كي بروبوز في 4 بوا 4 فرض بعد جوج ثلاثة اربعة ما يفطروش عليه الهضرة. شكرا. خيسي مرحبا بالصلاة والسلام على رسول الله الكريم. بداية تحية شبابية لجميع قيادة الحزبية المشاركة في هذا الدور، تحية خاصة للسند الإلكترونية. جلسة خيسي في عيش معاوي وبالأخص من مدينة بركان. كما شرح الإخوان ربما البرنامج الجديد المقبل سيكون برنامج قوي إن شاء الله، حكومة قوية، ولكن هذا البرنامج قوي هذا السؤال نتقل حسب تخصص التعب ونقص مدير ديوان أحد النواب البرلمانيين. الاشتغالات تاع الدائرة البرلمانية خاصة في اللجان ما كتظهرش الشعب، حتى الشعب ما عارفش ما هو الدور تاع البرنامج. الشعب بزاف تاع الشعب كيقول لك البرنامج ما درناش الطريق، البرنامج ما درناش كذا، البرنامج ما درناش. إذا ما كانش ذاك المعرفة الحقيقية الدور تاع البرلماني وش هو الدور تاع البرلمان. والدور البرلماني كيدير ربما ساعات واللقاءات الماراثونية خاصة في اللجان داخل البرنامج ما كتبانش للشعب. انتم كأحزاب واش ما تناديوش دابا بهذه الفرصة هذا من أجل برنامج قوي باش تكون واحد القناة تاع البرلمانية ولا قناة برلمانية خاصة كتبت الأشغال تاع اللجان ما يدوروا في البرنامج. هذا جانب. ربما تنظيف هذه القناة ما هوش معاوية. الاخ ربما يطرح سؤال حول حل حزب عصاره مع عصاره كما هو عبر الراي تاعو تبارك انا كنعبر الراي تاعي. نشوفوا هذا الحزب مش حافل تاع ناس مخالطه، مش حافل تاع مناضلين كما هاد الناس انه حريه التعبير وعبروا بانهم بغاو يخدموا البلاد في اطار واحد الحزب اسمه عصاره مع عصاره. وكما انت عندك حريه الراي عبرت في حركه 20 فبراير وكنت نحييوك، حتى هاد الناس ما كنقولوش نحلوا حزب عصاره مع عصاره كما كنقولوش حل حركه 20 فبراير، ما نقولوش حل حزب عصاره مع عصاره بلا الاقصاء. أنا ما دام جلست السنة أنا أشوف عليها بحرارة بأنها جلست
الناس ربما الاعداء السياسيين جلستهم جنبا الى جنب، هذه مواضيع جميله، ولكن بيجي واحد كيقول لك انا اعطيني حريه الراي ولكن حلالا علينا حرام على الاخرين ما كنقولوهاش، كما انت يعترفوا بك وكذا، لا ما تقصدش واحد الحزب اللي فيه واحد الخيارات واحد الشريحه تاع الشعب اللي مخاطر فيه وبغاو هذا التيار يخدم لخدمه الله. وتحيه شبابي، شكرا. جديد السند على هذا الوقت اللي جمعت فيها جميع الفصائل السياسيه لمدينه وجده رغم عدم الحضور على الاحزاب. اللي كاين هو ان حتى ظهر واحد الحراك سياسي خرج من الاحزاب، واحد حقوق والحريات، محاربه الفساد، تفعيل الدستور فعلا ديمقراطيا مستقبلا باش يعطينا واحد المستقبل ديمقراطي في الوقت اللي ما كاينش ديمقراطيه داخل الاحزاب، هما براسهم داخلنا عندنا في ديمقراطيه. ثم تكلموا على حكومه التناوب ادماج النخب. اذن الاخوان اللي كاين هو ان الشعب المغربي وصل لهذه الحاله اللي راه فيها ماشي من الوالد، من الاعمال ديال الاحزاب السياسيه. الاحزاب السياسيه هي اللي وصلت هذه الحاله اللي كيعيشها المغرب، وبالاخص ان هذه الاحزاب تعشت فيها رموز الفساد. بيض الكبار طارق طلعوا الصغار، لا بغاو يخرجوا الصغار، وراكم تقراوا الجرائد شنو كنقصدوا. ثانيا بالنسبه اللي كنتكلم على مدينه وجده كمواطن ولد مدينه وجده وثاقة سياسي سابق نادينا بالتغيير قدم حركة 20 فبراير، دوزنا 3 سنين كلينا راسنا على حساب الوطن. أغنياء الجيوب، فقراء حب الوطن، بس كان دخل بلادنا وحتى واحد ما غادي يهرس بلادنا. حنا من 9 مارس لهنا حنا مع صاحب الجلالة جنود معاه في قطار الثانوية باش نطلعوا المغرب، ولكن كاين واحد اللوبي اللي باغي يهرس هاد القطار الثانوية وحنا واقفين ضده. ونقول سي عفتاتي بالنسبه لصحاب الشكاره كون على يقين السي عبد العزيز راه حنا دايرين جمعيات في جميع الاحياء الشعبيه. هذا كان مثل طبقه فقيره مهمشه كنعيش في وسطهم. كن على يقين بان اصحاب الشكاره والله ما يدوزو، والله ما يدوزو، وغادي ندفع استقاله ديالي من التعليم الى داز مول الشكاره. كن على يقين. بالنسبه للمجلس الكبار الحالي فاشكون السي عمر حجيره لانه عاش مع عصابه داخل المجلس، عصابه داخل المجلس الحمد لله. المحاسبه راه دارت ومازال مازال الشفار كاين في بحال الاوراق الخارجيه مازال كنشكرو بعدي معايا على قلبي كنشكرو قام الواجب ديالو. وحتى السي افتاتي كنشكرو لان عطاه في البرلمان بانوا كبرلمانيين، اما الباقي الاخرين مازال ما شفناهمش كي طلعوا البرلمان مازال ما شفناهمش. داني عبد الرحمن حزب الأمة الذي رفض شكل المساواة الداخلية تسليم الوصل الإداء، وزاد على ذلك كذبة في البرلمان حينما قال لم نتوصل بأي طرف يريد تأسيس هذا الحزب، ونحن سنعيد الكرة من جديد إن شاء الله حين نرتب لذلك. أولا نشكر الطرف المنظم ونشكر المنظم الأحزاب السياسية. أنا أتحدث إلى 3 أحزاب، أما الرابع فمشكوك في ولادته ومشكوك في استمرار وجوده. الله يخليك. أسئلة كانت إحدى الأخوات ابتدأت كنت الأخت بدأت بقصد بيت شعري. أنا أقول أبدأ بمثال شعري: عادت حليمة إلى عادتها القديمة، عادت الأحزاب السياسية لتغرد من جديد وتغني وتستعمل جميع الأوطار من أجل استقطاب ما يمكن استقطابه من الأصوات. البعض مارس اللمز والغمز والبعض الآخر دخل في حملة انتخابية مسبقة.
أنا أقول لحزب الكتلة الوطنية الديمقراطية لو كان لها شيء من الحياة استقالت. لماذا لم تقدم نقدا باتيا لتجربة التوافق حينما كانت تزرع الأمل وتزرع في الشعب المغربي وتعده بمجموعة من الأمور؟ ثم أقول لحزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، لماذا وظفتم توظيفا مشينا في محاصرة 20 فبراير حينما شاركتم في البداية ثم دخلتم في الترتيب السياسي التي رتبته الدولة ولا زالت تستمر في ترتيبه؟ لذلك أقول بأن الفساد ومظاهر الفساد اتضح في إصلاحات الدستور نفسه، ولا أحد ولم يستطع أحد أن يقول بأن كان هناك تزوير في انتخابات الدستور. واللي بغى يعرف يمشي للبادية يسول الناس اللي كانوا في المكاتب وكيعرف حقيقة تزوير الدستور. ولماذا إذن أقول لماذا الأحزاب الآن تمرر خطاب الدولة والدولة ليست لها الجرأة وليست لها النية الحسنة في بداية صحيحة خير من بدايات كثيرة مغلوطة؟ وشكرا. أولا المنتمين ديال الندوة هادي والممثلين ديال الأحزاب جاوها، أولا تحية المجد والخلود لشهداء الشعب المغربي، لأن الشعب اللي ما تيذكرش الشهداء ديالو ما تيستحقش يعيش، لأن هادوك الشهداء كل ما كانوش ما غاديش يكونوا واقعين لك أكازين هنايا. باش نكون عمليين باش نحللوا العين، كفالة من تبادل الاتهامات وداك الشيء غادي نهضر. أنا كشاب مغربي كفاعل نقابي وجمعوي في الجامعة وفي الشارع أيضا، بالنسبة لي أنا ما غاديش نصوت في الانتخابات، لأن الضمانات اللي كنت كنتسنى من هاد النظام ما جاوميش. أول ضمانة بعدا هي محاكمة المجرمين السياسيين والاقتصاديين اللي هما باينين ومعروفين، وكاينين هيئات ديال الدولة بحال المجلس على الحسابات اللي هما داروا دي رابور عليهم، ومع الأسف داكشي ما عطاتش شي نتيجة. الناس كتدخل بالسيجار للمحكمة وكتقول لك أنا ما كاينش متابعة، ما كاين والو، كيفاش أنا واحد شفرني وجوع لي هادي سنين ما 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 تحاكمش ما درتش شي حاجة، وغادي غادي من جهة جهة أخرى. هاد الأحزاب اللي كتحدث الآن واللي كتعطي شي أما واحد الخطاب ديماغوجي ومثالي ومدبر المشاعر وبعيد عن الواقع، شكون اللي تيعطي تزكيات للأحزاب؟ راه شكون اللي تيعطي تزكيات لهذوك المفسدين؟ راه ما تيجوش من الكارون، راه تيجيو الغاربة وتيجيو عند الحزب هو تيعطيهم التزكية. علاش؟ لأن الحزب ما تيهموش الشعب، الحزب تيهمو فهمتي غادي يطلع وغادي ياخذوا من الأغلبية وياخذوا الحكومة. هذه من جهة أخرى، ما غاديش يمكننا نهضروا على انتخابات نزيهة إلا ما كانت استقلالية القضاء والإعلام والأمن. إن الأمن خصو يكون تابع للبرلمان للشعب، ما تابعش لجلالة الملك وما تابعش للإمبريالية ولا شي حتى آخر، خصو يكون تابع للشعب باش نهار نخرج أنايا ما يعطيونيش الضربات. المهم هادشي اللي كاين، وتحية نضالية للقوى الديمقراطية في البلاد، وحنا صابرين، حنا صابرين. هاد النظام دابا ما عرفتش أنا هاد النظام واش، لأن هو جوعنا وخدمنا هاد السنين. جا واحد السيد آخر محمد السادس جاب واحد من دراج ديدا، وحنا ما غاديش نحكموا على النيه ديالو. المهم دار مبادرات، ولكن راه النظام بصفه عامه يعني القضاء وداك الشيء الاخر راه حتى حاجه ما تبدلش. وشكرا وتحيه نضاليه وعسى الشعب.